ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سمكة قرش لشخص خلال سباحته في البحر، لكن المختلف هذه المرة هو الجدل سياسي الأبعاد الذي رافق الواقعة. الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدأ بعدما شاركت الإعلامية المصرية هالة سرحان تغريدة لمحت فيها إلى تحمل السعودية مسؤولية وصول القرش إلى بحر الغردقة. سرحان قالت في تغريدتها إن القرش تبع سفينة خرفان نافقة وإن هناك طرفاً مستفيداً مما حصل، وأضافت: يبدو أن القرش تم إرساله لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش. كلام الإعلامية فسره كثر على أن المقصود فيه هو السعودية. وفي تغريدة أخرى اعتبرت الإعلامية المصرية أن الواقعة خطيرة لأن لها توابع اقتصادية، وأنه لا يمكن قول كل شيء في زمن الحروب المقنعة التي لا تترك بصمات. تغريدة سرحان انتشرت بسرعة بين مستخدمين سعوديين ومصريين عبر تويتر ولاقت ردود فعل متباينة. البعض عاتب سرحان على تبني نظرية المؤامرة قائلاً إنها تهاجم المملكة بعدما عملت لسنوات في قنواتها التلفزيونية، غير أن آخرين أيدوا رأيها. الأكاديمية المصرية سمية عسلة شاركت مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر عاتبت فيه سرحان على كلامها قائلة إنه سيثير سخرية السعوديين. صباح الخير، الحين يمكن إنه الفجر عندنا في مصر، ولكن صراحة كان لازم إني أطلع وأرد، خصوصا بعد تصريح الدكتورة هالة سرحان إن سمكة القرش اللي هاجمت السائح الروسي في الغردقة المصرية إنها يعني مأجورة ومأمورة وإنها مش بتاعتنا، فيعني طلع علينا يا أخوانا السعوديين طقطقة للصباح. يعني يا دكتورة هالة، إحنا لسه ما خلصنا من موال طقطقة السعوديين علينا في ترند المصرية الطيبة اللي كانت في جدة والرياض تحضر فعاليات، وقالت إن رامز جلال هو اللي مسوي فعاليات جدة والرياض وهو اللي مسوي الترفيه في السعودية. تطلعي لنا انت النهارده بترند طقطقه جديد علينا، يعني على بتديهم يعني ترند للطقطقه علينا السعوديين؟ يعني انا بس ودي افهم، يعني عز الله اني انا مولوده بالخليج العربي وتربيت الخليج العربي واعرفهم اكثر منك واكثر من اي حد، انا مولوده ومتربيه داخل الامارات، فانت ده الحين يعني شفتي خلاص جواز السفر السعودي مع سمكة القرش وهي بتعبر عبر مطار الغردقة باتجاه البحر الأحمر؟ يعني شفت سمكة القرش بتفحط بالسيارة حقها ومعها لترين بنزين زيادة ومشغلة أغاني عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان؟ يعني ما هو بالعقل يعني؟ طيب يعني أنا مش فاهمة مش مستوعبة. نفس المذيع المصري اللي طالع معاه ضيف والضيف يقول له أصل السمكة دي مش بتاعتنا، السمكة دي جاية من المياه الدافئة، فيرد عليه المذيع ويقول له ده أكيد جاية من قطر، شوف عز الله إنها جاية من قطر، وإن السمكة القرش قطرية وإنها منها مصرية ولا سعودية وإنها سمكة قطرية مأجورة. أنا موافقة، بس يعني فضونا من موال الطقطقة ده، ولسه ده كمان، ولسه السعوديين عندهم امتحانات، يعني الحين في امتحانات في السعودية، خلهم بس يفضون. اقسم بالله تشوفي طقطقة للصبح علينا احنا الطعمية من الكبسة، شوفها تخلصيها ازاي.